الله يعطيك الصحة كليوباتر، كبرتي بينا وتهليتي فينا فوق اللازم. ده أقل واجب يا حبيبتي، أنا مبسوطة قوي إنكوا جيتوا، أهلا وسهلا بيكم، نورتونا. الله يسلمك، وشنو على ما جيتيش لعندنا؟ ما زرتينا ما والو. عاوزاني أقول لك إيه؟ أصل أنا كنت مشغولة قوي ورحت لبلدان كتير، سافرت لأوروبا، أمريكا، أستراليا. شفتها شوشو؟ الناس راهي عايشة هي دخلتها غير لي فواياج وحنا من القصر ما نخرجوش. بصح سقسيها هي إلا يماها تجي معاها. أنت وين نزغدو؟ يماك تجي معاك. ولا نسيتي؟ بصح وعلاه راكي درك راهي في الخير؟ علاش ما ديتكش ربطي تحميمة في مملكة دحمانوس؟ يا أخي كيستي ولا نسيتي؟ برك ما ديرنا في تبديل قدام الناس يرحم بابك. كليوباتر هذا واش هذا؟ ده بقى فريق الكرة بتاع اللي فزت بيه في الألعاب الأولمبية، ده مفخرة الفراعنة. هو انتوا ما شاركتوش في الألعاب الأولمبية ولا ايه؟ مشاركين، فمش مشاركين. مشاركين صح، عندنا السباحة، تسلق الجبال، الرماية، رمي القلة. رمي ايه؟ احنا نقولوا لها القلة، انتوا ما تقولوا لها القلة، يعني دير القلة هكذا في كتفك وتزروتها واللي تكون هي الأولى هو اللي يربح. هي دي رياضة يعني؟ رياضة كبيرة عندنا احنا هذه، ما عندكمش انتوما في عند الفراعنة ما كاش هذه. يعني مستوى عالي مازال ما لحقتوش لها، راكم روطار. بترموا الأولى اللي مستوى عالي يعني. أيوه. بس أهم رياضة هي كرة الجلد. كرة وش؟ كرة الجلد يا عاشور. كرة الجلد. عندنا الجلد احنا لها. عندنا اللي تاع الجلد تاع الكبير. ولا هذه رياضة جديدة وجامي سمعنا بها. كرة الجلد دي مقتصرة على البلدان الكبيرة. يعني مش عيب ان ما عندكوش فريق؟ عاشور شفت كيفاش راهي تطيح بينا؟ تما احنا ما كان والو، ما نقدروش نديرو فريق احنا. نقدروا كيف هذا ما نقدروش؟ برك باش كنت كليوباتر احنا ثاني مملكه كبيره ونقدروا نشاركوا. على بالها. وعندنا فريق بزاف شباب. امال هما فين يا رزان؟ امال هما فين يا رزان؟ راهم في المملكه يونترينيو. في المملكه راهم يونترينيو. وين راهم يطرينيو في المملكه يا رزان؟ اسكت مصباح يتفريمي عليا، كان عارفو نفريمو، سمعت؟ افريمي افريمي. طيب ليه عمركم ما شاركتوا في مسابقات قبل كده؟ لا شاركنا. ماناش موالفين نلعبو، بالك ما شفتيناش برك انت. انا متشوقه قوي اشوف مستوى الفريق بتاعكم، وعلشان كده هعزمكم على ماتش كوره. قلتوا ايه؟ واحنا ورانا ايه؟ مولاي ما نقدروش كلنا. ليه ما نقدروش نلعب؟ مش فريق مولاي، ما عنديش فريق. كليوباتر جاتني معلومه من عند جواد باللي الفريق تاعنا راهو في تربص مغلق، يعني نعتذر ما نقدروش نديروا معاك مقابله. ايه ده يا عاشور؟ مراتك بتقول ان عندكم فريق كبير قوي، هو انت خايف تنهزم ولا ايه؟ رانا واجدين نلعبوا وما نتسماش رزان مرت عاشور العاشر وكمان نربحوكمش. عاشور انت موافق على الكلام اللي بتقوله مراتك؟ موافق. طيب علشان انت موافق احنا هنهدي لك الكرة دي. الكرة دي عاشور انت هتدرب بيها الفريق بتاعك. بقول لك ايه يا كليوباتر، حنلعب لكم ماتش وانما ايه
مش هتقدري تغمضي عينيكي. والله؟ وعشر العشر بيهزر ولا ايه؟ هكا حبيت ايه؟ شد راجي كامل وانا نخمم نطلع ونحبط ملقيتش كاع روحي على بالك المخ تاعي انحرق حبه ديري ماتش مع الفراعنه راكي جايب خبر باللي راكي راح ديري تبهديله كبيره ولا لا والله غالب نشعتني نشعاتك ايه شت حكي كتدير هذيك تبهدل بينا حنايا وتضحك علينا كان لازم نقولها نربحوكم دروك انت دبر راسك بيان سور دبر راسي على بالي واش ندير انا كي الحق الماتش ما نروحش نبعث لها حمامه كما يقولوا حماماس ونانولي كلش انولي بيان سور نانولي غير هادي ما تقولهاش تما اللي دير لنا تبهديله كبيره سورتو هذيك لسانها شحال طويل ايوا انا كي لسانها طويل واش حبيتيني ندير لها انا واش حبيتيني ندير لها فهمين عاشور انت عاشور العاشر وشوشو تاعي وما تقدرش ما بدير فريق تاع كره خمم برك واش يقولوا عليك الناس عاشور خاف من كليوبات نقول لك حاجه رزان انا ندير فريق ماغري ما راني عارف والو في هذا السبور على بالي بلي راني راح نتشخلط هكا بصح ندير فريق ونربحهم السكاره ونهدي لك الربح ليك يا رزان هكا نبغي حقتي كاع شنيات هذوك كيف راح نلعبوا لهم مولاي الله يرحم خالتي بهجه ثمنا امين لعبناكم تعرف دير كوتشيزو كيف راك تبلوكي كاع من وجهك ما تلعبش سنة زيد لك واحدة أخرى سنة صحة مليح مليح صحة لقمان صحة هكذا وش الخدمة هذي كتير فيها الجنود كامل بليشيتهم وذوك دورتها لي الباجي حبيت تريبو ها جو هاي 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 بابا هو اللي قال لي انطريني فيا بركا ما تكذب باجي اسمح له روح عند برهاني داوي مولاي ربي ينقص في عمري ويزيد في عمرك وهذا شرف ليا نخدم الأمير لقمان وكيما يقولوا الفليشة عند الأمير تفاحة هاوي تفاحة ما لاش بع تفاحة برهان وانت وش اختارت لنا مولاي أنا درت أبحاث وشفت بلي هذا الرياضة يسميوها كرة القدم ورايحين اخترعوها الإنجليز في عام 1835 شوف لي بعيد أنا كيفاش ما فهمت رايحين يخترعوها بعد الحضارة نتاعنا وين كنت أنا فهمت مولاي وهذا الرياضة هذه رايحين يلعبوها بالرجلين فقط بالرجلين ومعروفة بلي عندها شعبية كبيرة بوقتك راح تحكي لنا كاع حكايتها هذه الكورة هذه أنا ليسونسيالي لا توافقوني في الرأي لازم نفكروا كيفاش راح نربحوا هاي وراي سهلة مولاي كيفاه نصدمونهم في الليل نطلعوا في الأهرامات غير يطلع النهار نهودوا نعطوهم طريحة جنرال هذي ماشي حرب هذي ماشي حرب مولاي جواد عند الحق هذه رياضة ورايحين يلعبوها فوق أرضية نتاع 100 متر ورايحين يكونوا زوج فرق كل فريق فيه 11 لاعب 11 هذه سهله اكثر هما يحطوا 11 لاعب تاعهم احنا نصدموا ب 1000 هكا نربحوهم سير هذه ديها رسمي من عندي مولاي جنرال مازالك اي مازال عمي برهان قال لك 11 كونتر 11 فارس راك غير تخلط بطل مسمح وانا نفهم فيك مازال ما فهمتش مولاي دوك نلخصها لخص كاين كره واحده وكاين 22 لاعب ورايحين يلعبوا 90 دقيقة والفريق اللي يسجل في الشبكة نتاع الفريق الآخر هو اللي رايح يربح المهم ذوك حنا رانا خمسة منين رايحين نجيبوا الستة الاخرين هذي باش نلعبوا نشروهم ولا كيف لا لا ما تخممش يا مولاي نعرف واحد يكون فريق ورايح يدربهم مليحه هذه بلا شوفوا النجمه اللي عندهم
مولي هي فيها الركلة على باكي 90 دقيقة يا محمد. مولاي هذا هو لونترينور اللي بعثني ليه الوزير. اسمه الشيخ النعمان من احسن مدربين فرسان المملكة يا مولاي. مولاي راني فهمته في الرياضة الجديدة والقوانين نتاعها. مرحبا بك الشيخ نعمان في مملكتنا. يا اخي راك فاهم واش راح دير؟ اني فاهم مولاي اني فاهم. انا عليا غير نحي لهم العواد ونعطي لهم هذه الجلدة المنفخة يتضربوا عليها مولاي وان شاء الله في اخر. الله مولاي. يتسمى انت ما عليك غير على لا تكتيك وحنا ماذا بينا الربح رانا تاكلين عليك. في اخر مولاي في اخر ان شاء الله في اخر. دوك لي جوار على كل حال راهم علينا. انت ما عليك غير على لي زونترينمون. ياك راك واجد. اني واجد مولاي في اخر ان شاء الله في اخر. ابار في اخر يعني راك على بالك واش راح دير. يا مولاي على كل حال المهمة راح تكون صعيبة مولاي وانا ندير اللي عليا باش الفريق يوالف الرطوبة والحرارة مولاي مادا بيا يدربوا في المرتفعات. انت ثاني تحب المرتفعات ان شاء الله فيها خير. Terribly. I miss you too, Mom. بس أحد نخطرها بزاف طولتي. I know, I'm so sorry. جدك كان مريض بزاف. مسكين. ودك راه مليح شوية. الحمد لله. الحمد لله. هيا ماما نديك الواحد الحامدي بواحد السلسلة بزاف شابة على بالي تعرفك. حتى حاجة ما تبدلت. What's Nuri saying? حكاية طويلة. I tell you later, Mom. I'm sure it's another one of Ashur's crazy ideas. يا سكان مملكة عاشور. يا سكان مملكة عاشور. السلطان عاشور العاشر ربي يطول في عمره وينقص من عمركم. رايح حوس على لي جوار اللي يلعبوا البالون مليح. بالون؟ دماغي تاع حروب. واش بيه هذا؟ أنا نسوق العواد. ما كاش واحد يدير بالفلاش نحكرونا ايه واش هاد البالون؟ لا السلطان رايح يحوس على ناس يديروا سبور اللي يعرف يجري ولا يعرف يصوتي ولا عنده السفل في البواطه ولا يعرف يتشبك يجيب الدوسي تاعه ويجي للقصر الحشيه كان دي سبيتمون واللي ينجح يطولوا يولي جوار معنا ويلعب كونطرا الفراعنه واش تربح؟ اه ولا ماركا يدي بريما شابه ونزيدوا له عود إبيضا. يا سكان مملكة عاشور السلطان عاشور العاشر ربي ينقص من عمركم رايح حولت على لي جوار يا مولاي ما تقدرش تعرف شحال سكان المملكة راهم فرحانين. شحال؟ بزاف راهم 200 بالسعادة بهذا السبور الجديد وبالأخص رايحين نقابلوا الفراعنة ونربحوهم إن شاء الله. إن شاء الله. هذاك بولحية عجبني بزاف بزاف الله يبارك. هذاك مولاي يسميوه عنتر هو في الحقيقة وليد المملكة نتاعنا بصح راهو عايش درك في مملكة أخرى وجبناه اليوم باش يدعم الفريق نتاعنا. الله يبارك مرحبا به الله يبارك جايب روحه. كاين هذاك ما فهمتوش أنا علاش حبوا كاع يلعبوا برجليهم ويشد الجلدة بيده ذا كيف هذا وش يكون؟ لا مولاي هذا المهنة نتاعو الدلاع. الدلاع؟ أنا مي كيرمي ولو الدلاع يلقف هذيك الدلاعة في السماء ويرتبها قدام الحانوت نتاعو. لا قلنا نجيبوه باش يدعم ويحارس مليح المرمى نتاعو. اللهم زدنا علما. واش به نوري دوراها في فوتبال؟ نوري نوري من عم نحشموا لعكم أصحابي ولا نقطع لكم هذه الحية هذه.
مولاي انا جاي لكم ما ضربوني بهذيك الحيه هذيك. انت واش جابك في وسط عمر مره مي اونترينيو؟ لا راك داخل انت ما بيناتهم تكاك على بالك رانا نحضروا باش نقابلوا الفريق تاع الفراعنه. مولاي جاتك بريه من عندك كليوباترا. كليو واش قتلك فيها؟ فيها ديما على باليش مولاي. تعرفني انا البراوات تاعك ما نقراهمش، لو كان ما تقولش قراهم ما نقراهمش. تبغي نقراها لك مولاي؟ معليش نقراها لك. ها لا 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 اعطيني نقراها. تفضل. من كليوباترا ملكة الفراعنة إلى عاشور العاشر ملك المملكة العاشورية. أما بعد أنا بيشرفني أني أرسلك عشان أشكرك على الزيارة وعشان أقول لك أني كان شرف لي كبير لبقتك ملقتك مولاي تلقبك. قابلتك مولاي قابلتك يعني كي قابلتك؟ أنا عارف وش معناتها قابلتك. مشي قلت لي ما قريتهاش. لا مولاي نقولك صح كي جيت نجري عندك طحت فطري وفتحت البريه جيت عيني في هذيك الكلمه قريتها. مشي بالعاني مولاي نقولك صح ليش انا جات عينك ورد بالك مشي بالعاني تسمع مولاتك قد شي لا سمعت بلي جاتني بريه من عندك ليوباتك تعرفها هي تتوسوس وتغير فهمنا نوري. نعم مولاي. يا يا دوكا روح 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 بتجيب لي فلون تاع تشيكولا. حاضر مولاي. كان شرف لي كبير أني قابلتك. شتك الأسلوب لك. أنا مستني الماتش ده بفارغ الصبر. كليوباترا بفارغ الصبر ومستنياك وأعزمك. أعزمك يعني أنا ومانيش عارفة شنو تاني غادي تزيد. ما جبتش حتى اسمي في هاد البرية ما با ما سقساتش عليا. يا رجل أنا لا والو على راكي تظلمي في بيت الناس. هاي جيب بداتك هنا كمان الاولى كاع راكي هنا. وين؟ اخي السلام عليكم. كم واش معناتها كم انا وياك؟ تمسخر بيا عاشور؟ لا لا ترى عاجبك الحاله. نقول لك حاجه رجلي على رجلك لعندها. مش عارف على تشكي الغيره ماشي كاع في بلاصتها على بالك. واذا راه ماتش قيره تعرفي واش معناتها ماتش قيره؟ غير نسى تروح بلا بيا. ما نقول لك حاجه انا نروح. وانتي تقعدي هنا في القصر اخر كلمه داك نشوفوها. ايه تصبحي بخير. على كل حال اسمحوا لي ما نقدرش نجي معكم لظروف خارج عن نطاقنا. نعمان وليدي يا اخي ان شاء الله راك مخير لنا لي جوار ملاح يا اخي. شفت انا عطينا كاع الوسائل على خاطر على حسب ماشي طوم في لي زونترينمون والله اعلم. انا خاطينا في السبور جاب لي ربي هذو عمرهم ما لعبوا بالون. على كل حال مولاي هما عمرهم ما لعبوا البالون بصح فيها خير ان شاء الله مولاي فيها خير ان شاء الله فيها خير على خاطر الا ما فيهاش خير مش راح تسلك على خير. بوا وا تنكيت با لي مو اون فا غاني ان شاء الله اون فا سفونس دي سور تينا اون فا تو دوني لي مو والله. ليمو شنو مولاي ليمو حبي يقول بها مولاي بالمقلوبي وهذو لي زيميغري جبناهم باش يدعموا الفريق وان شاء الله فيها خير مولاي. بصح لازم تفهمهم باللي لازم يكونوا حارين. هذا راهو ماتش حرب. ما تكسرش راسك مولاي فيها خير ان شاء الله ما تكسرش راسك. بلا شوفوا يا الاولاد المملكه راهي تاكل عليكم ولا ربحتوا حاجة ما راح تخصكم من عندي. حتى السكان تاع المملكة رامي يخمو باش ترفدوا لهم راسهم، رامي يستناو في هذا الربح بعشر عينين. لازم تطلعوا لنا المملكة. النيل ما يساعدنيش. كما قال الشاعر خالد اون فا جوي اون فا غاني اي سي لا في. لا 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 On va jouer, on va gagner Et c'est la vie, la 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 أيوة. On va jouer, on va gagner Et c'est la vie, la 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 T'inquiète pas les mots Voilà Moulay, nous frodo, عندك دجاجة
باش تطيب لازمها 25 دقيقه وياكلها مولاي لقمان. السؤال يقول زود دجاجات باش يطيبوا كيف كيف شحال لازمهم من وقت؟ هادي سهله مهله، واحد 50 دقيقه. طلعني بشويه خوارزمي. 50 دقيقه اه. في الحقيقه مولاي لازمهم برك 25 دقيقه، بصح اذا مولاي يحبهم محمرين مفحمين مجمرين نقدروا نخليوها 50. الرياضيات ماهيش سونس اكزاكت. انا ما نحبش نستنى 50 دقيقه، ناكل ساندويتش كومبلي بولي. بصحتك مولاي بصحتك. الله يسلمك مولاي. نقاط نتاع الفروض اللي فاتوا شحال جبت لي؟ جبت لك مولاي 19 في الجبر وفي الهندسه 17 ونص، باش ما نرقوهاش مولاي. كي تكمل هكا تقدر تجيب لي 21. 21 اه ككل واحد عبقري كيما انت مولاي جيب حتى 22 اه. رياضيات ماهيش سونس اكزاكت. اسمعني مولاي، السمانه الجايه عندك فرض فجائي. وقتاش؟ نهار الاربعاء ان شاء الله بعد صلاه الظهر. هادو مولاي الاسئله اللي باش يطيحوا. هادو مولاي هادو الاجوبه خبيهم عندك باش ما نشوفهمش. تقدر تروح مولاي. حرمتنا من الماتش الاشقاره في الستاد ولا شوراني شوراني انا عاشور ثاني راك تعاود ستريسي. ياك بالك دوك يشوف الحل، قال لك نوري غادي يشوف لك حل. حل الحل نورمال ما كنت فاهمك وخليتيني نروح داكور. واش راح يسيب لي حل انا نوري؟ راح يسيب لي ارز ربي انا بنروح نشوف الماتش؟ خي عقلي يا مولاي. جبت لك خبر يفرح مولاي. واش مخبر هذا اللي يفرح؟ هذا راح تديني للاستاد مولاي. غادي تشوف الماتش وانت قاعد في بلاصتك. قاعد في بلاصتي وشوف الماتش؟ تلاقيت مع واحد السيد في القهوه سيتا ماجيسيان. تفضل. ولا لا يا مولاي. وعليكم ولا لا. شكون هذا ولا لا؟ مولاي هذا حافظ عراجي سبيكر يعلق على الماتش. ايه بصح هذا على حسب القرجومه تاعو نورمالمون الكره في السطاد. نوري مشي راه الروطار شويه الناس كاع راحوا يلعبوا وراهنا وكان رسلتو تما يعلق. هلا مولاتي هذا حافظ عراجي عنده واحد الحيه يسموها ديمو سبور ما تامنوش. حافظ ايا وري له شوف. حافظي داخل يدو في العقيبه. جبد ديمو سبور جبد ديمو سبور ديمو سبور يا مولاي راح يشاهدوا المباراه هنا يا مولاي راح يشاهدوا المباراه هنا. المباراه ستكون خطيره يا مولاي. اترى ماذا ارى يا مولاي؟ نعم انني ارى ماذا ترى. فلي جوارته وانا انطربوا لحيه. سبحان الله على التكنولوجيا تما نقدروا نتبعوا الماتش منا اون ديريكت. يعطيك الصحه النوري. المباراة ستبدأ الآن مولاي. المباراة كبيرة جدا، الكل ينتظر في هذه المباراة بفارغ الصبر مولاي. أوليسي مولاتي المباراة ستجمع بين فريق العاصوري ضد الفراعنة. مباراة ستكون كبيرة خطيرة ومرعبة أيضا ممتعة. كليوباترا في المدرجات. إيه دوك شدخل كليوباترا مع لي جوار دروك يا رزان. هو دوك كي شافها أو يعلق عليها بصح الروبة تاعها شابة. انطلقت صافرة المباراة. رفيق خلفي يمر الكرة لغزال. الغزال يعطيها الحميش. رفيق صافي يطلق. رفيق صافي واش راحت ليماج سينيال راح مولاي. الحقوق محفوظة ولازم تخلصوا حقوق البث. كيفاش لازم نخلص باش نشوف الماتش؟ لي جوار تاوعي واللبسه تاعنا ودراهمنا ونزيدو نخلصو. نوري هذا واش يهضر هذا؟ قول لي فاهم روحو مولاي. انا ما فهمت والو على بالك. اسمع شو عندي حق البت هذه؟ انا خاطيني انا غير معلق نوري. المباراه مشفره ولازم تخلصوا حقوق البث ولا ديروا ابومو باش تشوفوا الماتش. انا خاطيني ما نفهمك. الا انتم ما عندكم حقوق البث احنا هنا عندنا حقوق الحبس. هيا نوري حراس ارفد 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 حط الديمو. يا مولاي لا لا يا مولاي لا ولا لا يا مولاي ماذا فعلت يا مولاي ولا لا. اي عاشور دروك قولي كيفاش غادي نتفرجوا هذا الماتش. ما تقلقيش رزان راهو هنا برهان دوك يسيب الكود. والله لا بزاف. واش بيك واش بيك تتنرفي تاع الروبه تاع الاخرى وي
قول لي برهان، تقدر بالك تسيب شو كيفاش فلاشيه ولا مش عارف ولا بيراطي ولا مش عارف ولا تسيب كود ولا مولاي؟ هي في الحقيقة تكنولوجيا عالية، بصح انايا دوك نخدم مخي ونلقى لها الحل نفلاشيه. والكود كيف بعد تسيب الكود؟ يلزم لي نديه للمخبر يا مولاي. ثم نلقى لها علاه يا فارس علاه؟ ثم كي صاب الكود تراك كسرت انا الديمو. مازال ما جاوش؟ بطاو بزاف. لو كان ماشي خوك كسرنا لابول دو كريستال، لو كان انا شفنا الماتش وعلى عندنا سكور. مولاي مولاي راه جا نعمان ولا جوار؟ صحيت فرحتني، ان شاء الله نكونوا ربحنا. نعمان على سلامتك يا سيدي. واش الله يسلمك مولاي الله يسلمك. يدرى واش درتو فيها يا مولاي؟ واش نقول لك مولاي، المهم ربحنا فريق وفيها خير ان شاء الله، فيها خير. ما فهمتش هذي يعني ربحتوا الفراعنة ولا ربحتوا فريق؟ ما فهمت يعني وش درتوا فيها؟ جاوبني وش درتوا فيها؟ حكرونا مولاي حكرونا. شكون اللي حكر الفريق تاعنا؟ فارس خبي السيف، خش دوك النوض هذاك السيف شلون نكبو نتشخبك يدخل من يخرج منه. حكرونا الفراعنة. كناش في ماتش مولاي، كنا في حرب.